شيخ، أنا لدي سؤال. قد تعلمنا في هذا الدرس أنه تعظيم الذنب أو وكذلك احتقار الذنب كلاهما مذموم، نعم. فكيف الأمر بالنسبة للطاعة؟ احتقار الطاعة وكذلك تعظيم الطاعة، ما الموقف منهما؟ أيوه. وجزاكم الله كل خير. نعم. سؤال جميل طبعا وعميق للغاية. وبقول يعني احنا قلت عن الذنب تعظيم وتحقير الذنب، طيب والطاعة ايه الرأي في تعظيم الطاعة وفي تحقير الطاعة؟ وده كلام جميل، وسيدنا الشيخ العروسي شرح الكلام ده، وده يعتبر تطبيق للحكمة بتاعت مولانا ابن عطاء الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فسيدنا الشيخ العروسي بيقول إيه في هذا الكلام؟ لأن كان بيشرح برضه حكمة أو دعاء، عفوا، دعاء لمولانا أبو العباس المرسي، بيقول إيه: إلهي معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية. فإيه معنى هذا الكلام؟ فهو مولانا الشيخ العروسي بيقول إن الطاعة أو المعصية لها وصف ذاتي ولها وصف عرضي. رب معصية في ذاتها أي وصفها الذاتي إيه؟ هي معصية. أورثت إيه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. يبقى الذي عرض للإنسان الذل والانكسار بسبب المعصية، فهي في ذاتها وصف مذموم معصية، لكن العرض قلب المعصية إلى إيه؟ إلى طاعة. العرض قلب المعصية إلى طاعة. وكذلك رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من إيه؟ من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالطاعة أيضا التي يعظمها الإنسان، هذا التعظيم الذي يورث الإنسان العز والاستكبار، تنقلب إلى معصية، لأن العجب من الكبائر، العجب والاستكبار من الكبائر. العز ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. فبالتالي هي في حقيقتها طاعة وانقلبت إيه؟ إلى معصية. فممكن يبقى هي طاعة لكن الحقيقة هي في ذاتها طاعة لكن هي في حقيقتها معصية. المعصية في ذاتها معصية وفي حقيقتها طاعة لأنها أورثت ذلا وانكسارا. فإذا الطاعة التي يستصغرها الإنسان بجنب عظمة ربه تبقى عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى لنفسه فعلا. المؤمن الحقيقي لا يرى لنفسه فعلا: لولا الله ما اهتدينا، لولا أن الله هداك وأعانك على الطاعة ما أطعت. فهو يجد نفسه دائما مقصرا في حق الله عز وجل، لأن معنى العبودية إيه؟ عبودية ورقا لله تعالى. أتوجب عليه أن يثيبك؟ أتوجب عليه أن يدخلك الجنة؟ هو سبحانه وتعالى الكريم والعادل، لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن نحن عبيد، لازم نفقه معنى العبودية ونفقه معنى الربوبية. فإذا اعتقدت تمام الاعتقاد أن أعمالنا، أعمالنا إيه؟ عبودية ورقا. إن أعمالنا عبودية ورقا لله تعالى، وأنا واجب علي أن أعمل ولا يجب على الله أي شيء، واستصغرت بجنب كرمه وعظمته
أنك دائما مقصر، الحمد لله، والعكس صحيح. والله أعلى وأعلم.